يجب عليه حماية لاعبيني وفريقي وجمهوري وناديني. الأمر هذا ما يصلح له. أنا رأيي إذا في رأي حبولي رئيس الإدارة في لجنة تدريبية هم الناس المسؤولين. أنا جزء من هالعمل. أول أنا عضو مجلس إدارة. اليوم أنا مدير تدريب في كرة القدم. أنا ما تنصل على المسؤولين. أنا جزء من المسؤولين. لما تكون في خسارة أنا أول واحد يجب أن أتحملها. نهايه الانتصار ان شاء الله الكل ينتصر بالنسبه لنا من احنا بعيد. لكن يا جماعه الكلام اللي يردد من بعد المسؤول عن اقاله المدرب، ليش تاخر ما قال المدرب؟ ليش ما رفع التقرير اللي دخل عشان المدرب؟ يا جماعه هو قرار جدا. انا جزء من هالقرار، القرار هذا يفترض انه ما يكون بالاعلام ولا اصدق. قرار اذا كان في راي فني تكلم مع مين؟ مع اداره النادي. اليوم احنا متصدرين زي ما بدات حديثي. ما في قناعة تامة بالنسبة لنا، لا زال عندنا الكثير اللي احنا نقدمه، لأن احنا اليوم نملك كوكبة نجوم عالميين على صعيد المتفرج وعلى صعيد اللعيبة الأجانب، فأتمنى يا جماعة من جمهور أنه يدعم. اليوم أنت متراضي على هذا؟ خلي فهد الجانب، اليوم ناديه، اليوم ناديه يعني